إذا أول الوافدين إلى الميدان بخمس أشواط هذا المهرجان بشوط الفئة الثانية لأمهار مواليد عام 2017 شحرور العبية ابن الفهل كيزة عابر والأم شمس الأحلام الملك أبو اليزن تدريب اسطبلات العبية والقيادة ستكون لمحمد غدير والوليد ويليه بابلو اسكوبار وشحرور العبية ثلاثة مشاركين تكمل عدد المشاركين الخمسة داخل الميدان بخمس أشواط هذا المهرجان بابلو اسكوبار ابن هدا والام دونكا المالكيه محمد وبيال اشكر المدرب علي اشكر على صهوته الفارس الظهور غدير اول المنطلقين نحو جهاز الانطلاق بخمس اشواط هذا المهرجان وليد ابن الفهل شمس شرف والام بشرة الخير المالكين علي الجد وسياف سعدي تدريب اسطبلات السايمون على صهوته الفارس اياس ابو جبل رابع المنطلقين بعملية الإحماء شحرور العبية بين الفحل كيزة عابر والأم شمس الأحلام المالك أبو اليزن تدريب اسطبلات العبية على صهوته الفارس محمد غدير مشاركين بالشوط الخامس شحرور العبية بابلو اسكوبار الوليد وجساس طمراوي من جديد داخل بوابات ميدان الأحلام أربعة مشاركين بشوط الفئة الثانية بخمس أشواط على المهرجان بالفعل انطلقت خيول الشوط الخامس على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لشحرور العبية برفقة الفارس محمد غدير زنور غدير على صهوة بابلو اسكوبار بالمرتبة الثانية وأياس أبو جبل على صهوة الوليد يترقب بالمرتبة الثالثة إلى أن شحرور العبية بصدارة الشوط الخامس بالمراحل الأولى من هذا السباق زنور غدير على صهوة بابلو اسكوبار يقلص الفارق شيئا فشيئا لتدخل أمهار الشوط الخامس نحو المنعطف الأول شحرور العبية ما زال بصدارة الشوط الخامس برفقة المايسترو محمد غدير أياس أبو جبل وزنور غدير بالمراتب الثانية والثالثة ما بين المنعطفين أمهار الشوط الخامس الآن ما بين المنعطفين قرابة المنعطف الثاني والأخير شحرور العبية ما زال بصدارة الشوط ليدخل المنعطف الثاني والأخير برفقة المايسترو محمد غدير على صهوة شحرور العبية الوليد يندفع من الداخل مع أياس أبو جبل وبابلو اسكوبار مع زنور غدير إلى أن شحرور العبية يأبى إلا صدارة الشوط يقبل بصدارة الشوط الخامس بنزاع مع الوليد الوليد وشحرور العبية بصراع على صدارة الشوط الخامس إلى أن شحرور العبية والوليد شحرور العبية مع محمد غدير والوليد مع أياس أبو جبل شحرور العبية والوليد بصراع على صدارة الشوط شحرور العبية بالمرتبة الأولى الوليد بالمرتبة الثانية وبابلو اسكوبار بالمرتبة الثالثة شحرور العبية يفعلها للمرة الثانية على التوالي هذا العام على ميدان الأحلام ثاني مشاركاته في ميادين السباق يقتبس المرتبة الأولى للمرة الثانية على التوالي على ميدان الأحلام مبروك لاسطبلات العبية مبروك ألف 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 مبروك للمالك أبو اليزن مبروك لفرسان المقيبلي أجمعين مبروك لشحرور العبية بطل أبطال الشوط الخامس وصاحب الثانية يفعلها للمرة الثانية على التوالي هذا العام شحرور العبية ابن الفحل كيزة عابر والأم شمس الأحلام كيف لا يتوج بالمرتبة الأولى وهو ابن شمس الأحلام يأبى إلا أن يبقى على صدارة ميدان الأحلام
الاخ باسم قطرنا ابو عناد مبروك يا ابو اليزن واصطدمات العبيه وفرسان مقابل اجمعين مبروك الف 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 مبروك لشحرور العبيه صاحب المرتبه الاولى بخمس اشواط هذا المهرجان مبروك الف 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 مبروك حبايبنا فرسان المقابل وجميع طاقم هذا البطل الواحد مبروك الف مبروك. اما صاحب المرتبه الثانيه هو المهر الذي نافس حتى الرمق الاخير على صداره الشوط الخامس كانت من نصيب الوليد بن الفحل وجبل مبروك الف الف مبروك مبروك حبيبنا علي الجد مبروك للوليد بن شمس شرف ولهم بشرة الخير مبروك لاسطبلات السايمون مبروك الملكين محمد وبيال اشكر المدرب علي اشكر والقياده كانت لزمور غدير مبروك الف مبروك يتوج الاخ اكرم عماود ابو العدنان مبروك لبابلو اسكوبار صاحب المرتبة الثالثة بخمس أشواط هذا المهرجان. أما والآن ننتقل إلى مجرد